السلام عليكم. اليوم نتكلم على المركب نتاع إنتاج الصلب والحديد الواقع بلارا في ولاية ميلا، على بعد حوالي 40 كيلومتر على ميناء جنجن، وحوالي 60 كيلومتر على طريق سيار شرق غرب. إذن المشروع هذا تاع مركب بلارا هو من إنشاء كان نتيجة شراكة بين الجزائر وقطر بصيغة 51% 41% للجانب القطري، وكذلك من إنشاء شركة دانيالي الإيطالية هي التي أنجزت المشروع هذا الضخم لإنتاج الحديد والصلب، حيث أنه وصل الإنتاج هذه السنة إلى 4 مليون طن سنويا من جميع أنواع الحديد والصلب. وللعلم أنه فيه في الجزائر 3 مصانع لإنتاج الحديد والصلب، مش تحويل الحديد والصلب، إنتاج الحديد والصلب، لأن المصانع لتحويل الحديد موجودة بكثرة، موجودة في مسيلة، في عين تموشنت، في عدة ولايات هناك مصانع لتحويل الحديد. أما المصانع لإنتاج الحديد فهي تفرق عن تحويل الحديد بحيث أنها تتميز باكتسابها لما يسمى بالفرن العالي أو أفران عالية حسب الطاقة الإنتاجية نتاع المركب. إذن المركبات عندنا 3 مركبات في الجزائر. المركب رقم 1 واللي ينتج أكبر كمية من الإنتاج هو مركب توسيالي الموجود بمنطقة أرزي وبالقرب من مدينة وهران، واللي ينتج حوالي 6 مليون طن سنويا من كل أنواع الحديد، وهو أول مركب بدأ تصدير نحو أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية، وصدر هذا العام بما قيمته 1 مليار أورو كقيمة لصادرات نتاع المركب نتاع توسيالي. المركب الثاني من ناحية الإنتاج هو هذا اللي عندنا، أنا نشوف الصور نتاعه، هو المركب الذي يقع في كما قلنا في بلارة بالقرب من مدينة جيجل وبناء جيجل، واللي ينتج 4 مليون طن سنويا، ويعني عنده هدف إنتاج 5 مليون طن، يعني مع نهاية السنة المقبلة سوف ينتج 5 مليون طن. المركب الثالث هو مركب عنابة، مركب الحجار، اللي هو مركب جزائري وطني 100% يقع بعنابة وينتج 1 مليون طن سنويا. إذن المجموع نتاع الإنتاج نتاع الحديد والصلب في الجزائر هو 5 زائد 6 زائد 1، ما يساوي 12 مليون طن سنويا من الحديد والصلب. وإذن هنا نشوف القيمة، يعني آخر مركب تم إنشاؤه هو هذا المركب تاع بلارة الذي يقع في جيجل، كثمرة للعلاقة الطيبة والجدة إخوية بين الجزائر وقطر، واللي أنتجت هذه يعني الشراكة لهذا المركب الرائد، والذي وصل إنتاجه هذه السنة إلى 4 مليون طن بعدما استكملت يعني لين دو برودكسيون الخطوط نتاع الإنتاج نتاعه كلية، اللي عنده هو 3 خطوط إنتاج. إذن هذه هي، إذن عندنا المركبات هذه تجعل من الجزائر دولة الأولى إفريقيا في إنتاج الحديد والصلب، وواحدة من الدول المتطورة في هذا الميدان، وخاصة عندما نعلم أنه أصبحت ضرورة ملحة لتطوير المناجم تاع الحديد في تندوف وفي غارج بيلات، والذي سوف يمول هذه المركبات الصناعية الثلاثة بالمادة الخام. نكتفي بهذا القدر، ونخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.